بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إن سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ إلى لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون
قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم.